مرحبا، حلقة جديدة من طرفي عليكم لليوم. اليوم رح نحكي عن غدا صار بأول أيار لقديمة، لفوج قديمة سيدة العمال سد البوشرية بمناسبة عيد سيدة العمال. أكيد كان في تكريم لعدة قادة من هالفوج، منهم القائد الياس الأهوجي، قائد الفرقة عبدالله دغفل، والمرشد تيو فلوخت، وكمان أعضاء ومخاتير السد كانوا حاضرين، بالإضافة لرئيس بلدية جديد البوشي السيد الأستاذ أنطوان جبارة كمان كان حاضر بهالغدا. اليوم رح نحكي شوية عن هالفوج القدامة مع سامي بيطار اللي كان من هالشباب يلي أكيد بيفوج هالكشافة. نحكي شوية عن هالغدا وعن الاحتفال يلي صار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، اشتقنا لك أول شيء. نحن بالأكثر كمان. واليوم هيدي الحلقة بعيدة عن المحل يلي عطول نقصده تنجيب أطيب حبوب وأطيب بهارات والريحة بتشق القلب. اليوم ما رح نحكي عن هو، رح نحكي عن شيء تاني، عن هالغدا يلي عن هالكشافة. عن هالكشافة خبرنا قديه قديم هيدا الفوج. مثل ما بيقولونا الشباب القدامى الكبار، مثل خينا نصر الرئيس قديم كتير. نعم. بهالمنطقة وبهالكشافة بقى بخبرنا انه بال 1945 تأسس فوج الكشافة سيدة العمال. نعم. وهالشبيبة كانوا في الكبار قدامى الرعيل الأول. بقى بيقلنا من 1945 بلش هالفوج. بتتذكر ايمتى انضميت لإلهم؟ نحن انضمينا بال 60، 1960 نحن انضمينا لهالفوج. شو كنتوا تعملوا؟ اكيد هلا بيعلمونا حياه الكشافه يلي هي اليوم عم بيعيشوها شبابنا بكشافه. يعني اليوم مش عم يعيشوها مثل ما كنا عايشينها نحن. اليوم كنا نحن نعيش هال بمحبه باخوه، نتعلم الصدق والاخلاص والطهاره. يعلمونا حياه الطبيعه، نعيش بالطبيعه، هالرحلات نعملها بالطبيعه بجو الطبيعه. نعيش مع الارض، نعيش مع الشجر، نعيش مع الطيور. مع اليوم بعده الكشاف الماروني مثلا، في كشاف الماروني، في كشاف لبنان، في كشاف الاستقلال، كله. بس هالجو تغير عن جونا. نحن جونا قبل كان اقرب للارض، كان بعده قريب للطبيعه اكثر. حلو. اليوم عم يبعدوا عن الطبيعه شوي. بس نحن كنا كشاف يعني ملتزمين، كشاف بكل معنى الكلمه. يعني بدك تعتبري الكشاف جندي الثاني للوطن. صح ابدا. صح. حلو. قد ايه بعد هالفتره الزمنيه الطويله يمكن ترجعتوا التقيتوا بهالغدا؟ يعني لما اجت الاحداث طارت، تفرقوا بال 77 بين 70 80، ما عاد في حدا بقى يقدر يجتمع مثل قبل. تفرقنا، كل واحد راح بطريق. حبيت انا والمختار سعيد متري نعمل هاللقاء، نجمع الشباب القدامى لهالفوج حتى هيك نعيشهم هالروح القديمه اللي كانت عشناها نحن وياهم. ننام على الارض، نتسلق شجر، نعمل رياضة، مخيمات، فيديكون، جدنوي، كلهم هذي نرجع نتذكرهم مع بعضنا، نشوف الصور القديمة الحلوة، نتذكر بعضي. حبينا نعمل للقاء أنا والمختار. أوكي. وكيف كان تجاوب الأشخاص؟ والله يعني في أشخاص مثل ما بقلك، حكينا مع القائد الياس أواجي أول شيء، حطيناه بالجو، يعني كانت فرحته كبيرة كثير إنه نحن حبين نكرمه وحبين نرجع نجدد نتلاقى نحن والشباب. وكذلك القائد عبد الله، وكذلك اخذنا بير فلوخت، نزلنا لعنده، هو بير يسوعي، نزلنا لعنده على دار اليسوعية بالأشرفية وحكينا معه، ندوخ. كان فرحته ما بتتصور قديه، وحابب يعمل مخيم كمان هلا لكبر سنه. حابب يعمل مخيم لكم كلكم عن جديد. نعم. قد ما حابب بتشوق يشوف هالشباب. ليه؟ ربينا صغار. نحن كلياتنا صرنا كبار، متجوزين، عنا عيال، عنا كثير كثير. كان مبسوط بهاللقاء. حلو. لازم تعملوا هالمخيم بقى. يعني على انا رجعت وعدته، قلت له رح نعمل لقاء كشفه بمخيم بس صغير مش كبير. حلو. وعدنا لازم تعملوها. وحلو انه عن جد يكون في هالقد ناس طيبه بعد حابه ترجع تجتمع مع بعضها وتعرف اخبار بعضها، لانه مثل ما قلت كل واحد جوز، صار عنده اولاد واولاد اولاد، يعني كل واحد صار عنده حياته. حلو انه يكون في وفاء بال. شوفي يا سته رنا، هو حياه الكشافي اللي بيعيش حياه الكشافي بالطفوله، هودي الاصدقاء اللي بيضلوا لي. يعني تصوري في شخص اجى من استراليا نهار الخميس، الجمعه بكره كان بالمطعم باللقاء. اوكي.
يعني إجا خصوصي على هلا يعني مستقتل تيجي يشوف أصحابه رفاق اللي تربى هو وياهم هيدي ما بتنتسى الحياة هيدي. كيف كانت أول رياكسيون وقت شفتوا بعضكم؟ يعني في بكي وفي رهجة وفي صرخة كل شيء كان موجود باللقاء. حلو يعني كتير كتير ما بتصور قديه كان حلو هاللقاء. حلو لكن المشاريع اللي جاي رح تكون مخيم ان شاء الله انه باذن الله اذا الله وفقنا بنعمل مخيم لانه ثلاث اربع ايام خمس ايام نرجع نجدد هل بالنفس بقلب نرجع نجدد وهيك نرجع نجدد هالشباب. نعم وان شاء الله انه نرجع نتطور نقدر نجيب اولادنا كمان ونفوتهم بهال مشون على ذات الدرب. قدمهم اليوم الشباب والصبايا اللي عم يحضرونا والاهل عن جد يوجهوا اولادهم على الكشاف. يعني انا بنصح كل بي او كل اهل يدخلوا اولادهم على حياة الكشافة بعدون على المخاطر اللي عم نعيشها اليوم مخدرات وعن هالمشروبات وعن هالفلتين الحاصل بهالبلد. هيدا بيضبط الشباب بيطلعهم رجال بيصير يعتمدوا على نفسهم. شاب الكشافة بيعتمد على نفسه بيعمل رجال هو صح. هو بيعمل بيكون حاله اصلا نعم بتحسه بتحسه رجال بيشتغلوا على حالهم كتير بيعتمد على نفسه بيعتمد على الحياة هيدا وبعدين كل الاشياء اللي بعشوها بالحياه الكشفيه عن جد حلو انه واحد يختبرها بعمرهم. انا بدي اوجه تحيه لاولاد اختي بنتين ايفانا وماريا اللي بالكشفيه ونحن كمان نوجه تحيه بس بشري بس عم بحكي جد انه هالبنات شو بتتعلم منهم اشياء مع انه عمرهم 14 سنه صار لهم فتره بالسكوت بس عن جد يعني ما كنت اتخيل بحياتي انه البنت اللي بتبقى بتقرف من الاشياء او انه اذا شافت نمله عشوائي تقرف منها اليوم عم بيكون يعني في عندهم مخيم عم تقوى شخصيتهم عم بيتعلموا يتعاطوا مع الطبيعه معك حق معك حق 100% اللي عم تحكي. نحن كنا بالمخيمات بهالمخيم الشيف الياس كان يطبخ لنا ويعمل لنا شيف الياس قهوجي بقى في مرة من المرات عملنا طبخة طلع فيها طعمة كاز أكلناها وكنا مبسوطين وما حدا انضر في أيام طبخة تحترق معه بزيلا كنا بزيلا احترقت معه الرز كمان أكلناها تتعود على كل شيء إذا على المر والحلو يعني إذا كان في هالطبخة ما فيها ملح أو ملح زيادة كمان كلها لا تتحاول تعلمي على الأساوي تتعي على العيون هيك الشيف تعلمي يعني تصوري عم ننام نحن بنحط على الارض بنفرش على الارض ومننام شو بيبرق من حدكم بهالليل ربك عليه يعني بنعيش مع الطبيعه مبسوطين اوه مرتاحين مبسوطين ما عندنا تذمر ابدا وكنا بالنشاط نكون حلو كثير عن جد لكل شاب وصبيه على بالهم يدخلوا الكشاف بيقدر يتوجه انا بنصح الكل الشاب يفوت على الكشافه اول شيء بيتعلم اشياء جديده بيتعلم الطبيعه بيتعرف على الحياه وبيتعلم على الأساوي وعلى الليونة. حلو أهلا وسهلا فيك بسطنا فيك اليوم شو بتحب تزيد؟ نحن أول شيء بنشكر رئيس البلدية الأستاذ أنطوان جبارة بكل الأشياء اللي قام فيها وشكرا لكم لقناة الصدى ولفريق العمل تبعها وشكرا لي خاصة لخينا شربي اللي بصور نشكركم كتير وبشكر كل اللي ساعدونا لنجاح هاللقاء نجعوا خاصة في شباب كشافة دي حب أذكر أساميهم من شاب الكشافة نبيل عبودي الياس حجاج ريمون قاضي جوزيف قاضي هاو ساعدوني وما تركوني ولا دقيقة تينجح الغدا اللقاء وكان حلو الكل كان راضي بالآخر كليتهم كانوا مبسوطين كله كانوا فرحانين وحبين عدوها كل سنة ووعدنا الرئيس جبارة لح يقدم لنا الصالة تبع البلدية لسنة الجاي نعمل لقاء بصالة البلدية حلو يعني هذا رح يصير سنوي إن الله راد رح يصير سنوي إن شاء الله إن شاء الله الله راد نعمله بتاريخ أول أيار من كل سنة إذا الله راد عطانا إذا الله عطانا عمر وصحة إن الله راد حضر حالك شربي كل أول أيار بتكون معهم للشباب وعي يكون عندك عرس وعي يكون عندك عرس تنشوف أكيد اليوم بختام الحلقة الأجواء اللي كانت بمطعم المزار بحضور كل يلي ذكرناهن إن شاء الله بنعد عليكم بالخير والصحة وعطول بدلكم هيك مجتمعين وأوفية لبعضكم البعض عن جد حلو الوفا بزمن كتير قل فيه الوفا أهلا وسهلا فيك سامي بيطار رح روح لعندك جمعة الجاي نشرب قهوة قدام المطحنة ونحكي شوي عن سلامة الغذاء وعن البهارات كلمة أخيرة للمشاهدين نحن بنشكر كل المشاهدين وكل اللي عم يحضرونا نطلب منهم
يفوتوا اولادهم على الكشافه. مشكرك جميع. اهلا وسهلا فيك. لكن رح ننتقل تنشوف الاجواء اللي كانت بمطعم المزار للقاء فوج قدامى سيدة العمال سد البوشرية، يلي كمان كان في حضور مميز لكل الاشخاص اللي كرموهم، لرئيس بلدية جديد البوشرية السد، لاعضاء ومخاتير السد كمان. واكيد كانت الجامعة حلوة بعد فترة طويلة من الزمن ما التقيوا فيها مع بعضهم. رح ننتقل لهالاجواء ونشكر باخر هالحلقة كل يلي تابعونا لليوم. سالون اللي عند هذا محلة هارس بلو، لكن وما تنسوا اليوتيوب تشانل أصدى تي في. إلى اللقاء.
نعمل لقاء لقدامى فوج سيف العمال. هاللقاء تيكون مميز على بقية اللقاءات وهالغدا حبينا نكرم القاضي والمرشد تبع الفوج. القائد الياسا وجه والقائد عبدالله دخل. والمرشد كيلو فلخت. بعدين نحن بنرحب بالكل ونرحب باستاذ انطوان جبارة رئيس بلديه بنرحب بالاعضاء البلديه وبنرحب بالمخاتير المنطقه بنرحب باول راعين للفوج الكشافه الموجودين معنا هون اول راعين لفوج سيد العمال نصر الريس ريمون عام ميشيل مطول جزاك أسيس ألبير أبو حيدر ميشيل دغفل طوني عزي بنرحب بالكل وأهلا وسهلا فيكم صحتان وهلا هلا كيف الكشافة لبنان كلها كيف دائما يا شباب بالفوج بيكون في كشافه في جوالي في جراميز ونحن عندنا قائد كشافه علمنا الصدق والاخلاص والطهاره لهن فضائل الكشافه الثلاثه ومشينا عليهم بهالحياه بالصدق بالاخلاص بالطهاره وعمل صالح يومي مثل بدك لطيف عمل صالح يومي والعمل الصالح اليومي وهو والشيف تبعنا كان قدوة لنا كان مثل الصالح وتعلمنا بالشريعة الكشاف صديق الكل وأخ لكل الكشاف ووحدة تانية أحلى الكشاف شهم ورفيع الأخلاق الشيف عبدالله دغفل الكلمة للشيف عبدالله دغفل بلقيها الاسيستون ايميل خوري عنه بسبب صحة تفضل يا دكتور اهلا وسهلا بالحضور بالرفاق يعني شو بدي اعمل من بعد 40-50 سنة حلوة هالجمعة هيدي هالجمعة كنا نحن دائما نتمنى انه نلتقي سوا ونعمل مخيم اقل نهار واحد سبت احد نحن والقائد والرفاق هالفكره هيدي حققها سامي وسعيد والله يوجه لهم الخير نشكر الاب المرشد فلخت يلي واكبنا بكل المراحل كان هو عون لنا ويساعدنا بكل الامور كما بنشكر رئيس البلديه زيد البوشتريه السد يلي هو الكشاف الاول بعطائه برعايته بمحبته للجمعيات للنوادي الرياضيه للنوادي الكشفيه للامور الدينيه نشكرك رئيس والله يديمك
نحن شددنا فيك مجروحة. كما بنشكر أعداء البلدية موجودين قدامنا والمخاتير سعيد مختار أزي مختار فضول. كما منحيي المرجع بسد البوشرية اللي هنو منعتبره مرجع الأخ مصر الرئيس الكشاف الأول. مثل ما قال خينا سامي الكشافة قيمة على المبادئ الثلاثة صدق إخلاص وطهارة والخدمة والمحبة. هولي اللي احنا تعلمناه هون بفضل الشيف أهوجي قائد الفوز. وهلا كل الموجودين هون بيعتبر الرعيل الثاني والرعيل الثالث تلميذ الشيف أهوجي وخينا عبد الله. من كشافة سيدة العمال انبسق منا كشافة تانية هي كشافة الوردية بالحمرة بفضل بمساعدة الشيف الأهوجي وعبد الله دغفر وبمبادرة شخصية. كمان صار في كشافة ثالثة تأسست بالروضة بفضل مختار سعيد متري وسامي بطار ومدرسة الحديثة كمان قائد الفوج أهوجي أسس بمدرسة الحديثة كمان كشافة وكان بقائد كان مستلمة أفريم شتر. خلاص لا هذا هؤلاء اللي انعملوا فإذا نحن بنشكركم جميعا. الله خلينا ليك شيف تعرف لغت طولنا عمرك عبد الله الله يديمك وشكرا. منذ الطفولة صديق الكشافة وصديق العمر مناهض جريء سريع الخاطر بخدمة الكل وبدائما مستعد خينا سعيد متري بدنا كلمة منك. ألف عافية منرحب بالحضور جميعا. ما راح نعيد الكرة خينا سامي حبيب قلبي رحب بالحضور جميعا خينا ميلاد كمان خينا إيميل. عندي كلمتين مختصرين حتى ما طولنا الحديث. كل اجتماع إلو غاية. شو الغاية من اجتماعنا اليوم؟ بعيدا عن السياسة بعيدا عن الاقتصاد بعيدا عن الغايات الشخصية لقائنا اليوم تنفرج العالم انه اللي بيربع الطريقة الكشفية واللي بيعيش حياة الكشفية بيضل مخلص لرفيقه الى ابد الابدين. حضوركم اكبر اثبات وجودكم اكبر دليل لقائكم اكبر محبة. من كل قلبي بخبركم انه قلبي هالقد كبير بحضوركم. نحن ماشي كل واحد لحاله ونحن شي لما منكون مجتمعين ونحن اكبر قوه لما نكون متفقين واقفين مع بعضنا. المدرسه الكشفيه اللي خرجتنا انه نحب بعضنا. حبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم هيك المسيحنا. ما في عندنا شي بديننا ولا بحياتنا ولا بطريقنا إلا بيدعي للمحبة. نحن منحب الكل قلبنا مفتوح للكل منقدر الكل ومنحترم الكل خصوصا القواد اللي هن عطفوا علينا وساعدونا وضمونا والمحترم هاللي كان دائما بجنبنا هالزلمي اللي كان ينشدنا على طريق الخير والصواب. للحقيقة احترامي كتير 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 كبير لكم. انا بقدر كل شخص منكم لانه اثبت انه الكشافة الى فعالية بنفسه. وفي شيء تاني رغم
رغم انه هالظروف القاسية اللي صارت الى 30 سنة ما قدرنا تواصلنا مع بعضنا بتليفون واحد، كانوا الشباب كلهم ملبين النداء وكلهم حاضرين، اهلا وسهلا فيكم. قال في مثل بيقول تيبقى وضعك شفاف محبوب كتير بتنشاف، لازم تتخرج بالسد وخصوصي عايد الشاف. شافنا وكبيرنا خينا الياس الاهوجي هاللي علمنا الثبات بالمعارك. احدى المواقع خبركم اياها، كنا بمخيم كشفي بغزير عم يعملنا بازيلا ورز، عم نشتغل بهالمطبخ معه. خلصت الطبخة حطيناها للشباب، قعدنا اكلنا. تعرفي النينة بدل المي فيها كاز تنولع الفحمة، بدل ما الشيف يحط المي حط الكاز. الشباب بدها تاكل، اكلنا. لك يا شيف شو هذا، ولا كلمة، كملوا الاكلات. اكلنا القصيد وانبسطنا وما صرنا شيء. يا شباب الايمان اكبر شيء، وايماننا بالشباب الطيبة الله يخليهم بصحتهم. الكلمة لقائد الفوج الياس القهوجي. تفضل شيخ. حكي معي خي سعيد بطري مختار، خي سامي بطار، قلت لهم بدكم ترجعوني، بدك ترجعوني 20 سنة لورا. اليوم بحضور هالشباب الطيبة وعلى رأسهم خينا نصر الرئيس من أعمدة مؤسسي سيد العمال، كنت بتمنى يكون جوزيف نصر كمان، مع الأسف ما بعرف ليه ما أجا، هو المؤسس النادي كمان. على كل إخواني أعضاء فوج كشافة سيدة العمال، ساعة محببة وساعة غالية استتيح لنا أن نعبر عن بعض ما في القلب من شعور التقدير لكم والامتنان منكم على تلطفكم بإقامة هذا الغداء العائلي بمناسبة عيد سيدة العمال. بشدد عيد سيدة العمال. فشكرا لكم وألف شكر. أبتي الفاضل حضرة الرئيس، لقد أبيت بل أبى جميع الذين كانوا قيمين على مركز سيدة العمال الرياضي الثقافي الاجتماعي والكشفي إلا أن ألقي كلمة ترحيب وتقدير تعبر عن مشاعرنا الصادقة تجاه حضرة رئيس بلدية جديد البوشي السد الأستاذ أنطوان جبارة. حضرة الرئيس، نظرة منك تجاه سد البوشية تريك أعينا شابة ملأة بالأمال الواسعة، وكلها تنظر إلى رجل ليس بجديد عليها فقد عرفته وأحبته. عرفته رجلا خلاقا محبا صدوقا قويا بغير عنف، لينا بغير ضعف، يسعى للخير من أجل الخير، ينظر ويحمي أهل الخير، يصون كرامتهم وعزتهم، ينظر بتجرد وإخلاص إلى مصالحهم ومشاكلهم وإمكاناتهم في هذه المنطقة، أي منطقة جديد البوشي السد. كيف ولا أنت ابن عائلة عريقة في خدمة المنطقة، متأصلة في رفع مستواها، مخلصا في أداء واجبك من أجلها. فضلكم حضرة الرئيس على هذه المنطقة عظيم جليل، منكم تعلمنا أن العمل بناء وأن الإنسانية والمحبة والتضحية في أساس كل بناء متين، ومنكم تعلمنا أن القانون ليس حرفا على قرطاس ولا حاجزا دون عطاء الساعد والفكر، بل آلة مطواعة في يد المدبر الحكيم يتوسلها حين تنغلق القلوب دون المحبة وحين تنورب النيات عن صورات الحق.
ولقد أتيح للذين عملوا معكم أن يكتشفوا بأي إكبار أخوي وتفاهم رضي، ولباقة نبيلة تعالجون شؤون البلدية وتعالجون شؤون الناس ومصالحهم في هذه المنطقة. ولقد أتيح لهؤلاء أيضا أن يشهدوا بأي إعجاب وإكبار طاقتكم الخيرة على العمل الجدي والعطاء الإنساني والحصافة التي تديرون فيها البلدية. حضرة الرئيس، إن حزبكم هذا علينا جميعا قد رفع منا القلوب إليكم عاليا وأشاد لكم فيها منزلا مكرما. أملنا ورجاؤنا في هذا اليوم أن تبقى لنا رعايتكم مدى بعيدا حصان الرعية وتسلب البلدية. عشتم معاش لبنان. يا أخوانا، نشكر القاضة اللي حكيوا، نشكر الأب المحترم بيرفلوخ، وهلأ دايما قال حتى يكون ختامها مسك، طون جبارة ما بيمشي إلا بالزرق. بدي أذكركم بكلمة، رئيسنا الميكرو لألك، وفي كلمة لألك، وكلنا لألك. أول الله يخليكم، هو عادة أنا تعلمت شغلي بشكل عام، إني ما أحكي وقت اللي بيكون في أكل، يا أكل يا حكي. مرة سألت، كنت بعدني صغير هيك شوي، كنت بعدني وكنت بعدني محمس، وكنا بهون حفلة هيك، وطلع عبالي أحكي إمتى أحكي، قال لي واحد، قال لي روح كولا، لا بلا حكي. بشكل عام أنا مبسوط كتير إن موجودين اليوم، وأنا هذا شرف لإلي إنكم تكونوا اليوم دعيتوني على الاحتفال الحلو اللي أنتم مجتمعين فيه. أنا بشكر كتير أصدقائي بنوع خاص الكشافي وأبونا فلوق، يا إلي يا الياس، بسميك أنا بتعرف الياس، نحن وصغار كنا نركض وراك أنت وعبد الله، بقى أنت تمشي قدام، كنت ماشي قدامنا كلنا وقت اللي كنت انت بالكشافي، كنا نحن بعدنا عم نكرج، ما كناش بعد ريشنا، بقى نحن وقت اللي كان عم بيفرخ لنا ريش كنت انت مريش وطاير قدامنا. الله يخليك. وقت جيت على البلدية شباب، شفت البلدية، ما اعتبرت انا انه البلدية هي المطرح اللي نحن قاعدين فيه والبنايه اللي نحن قاعدين فيها، اعتبرت انه كل مؤسسة بهالمنطقة هي البلدية، كل رعية بهالمنطقة هي البلدية، كل نادي بهالمنطقة هي البلدية. انطلقت بانه بالاخر مش نحن هالكم واحد اللي دايرين الادارة، هالناس اللي قاعدين بالمنطقة هن اللي عم بيعملوا المنطقة، هن عم بيعمروا المنطقة، هن اللي موجودين بالمنطقة وهن اساس المنطقة، وبناء خاص في اساس لا اساس المنطقة اللي هو انتو اليوم اللي كنتو. فبكل فخر انا مبسوط اني انا وياكم اليوم، وكبكل فخر بدعيكم ان الاجتماع الثاني يكون بالبلدية. اهلا وسهلا فيكم، نحن بالاخر ارادتكم ارادتنا، افكاركم افكارنا، اللي عنده افكار جديده يعطينا اياها، نحن منا قالها. نحن بالاخر، وانا ما بغتصب هالقصه كلها انه رئيس البلديه اغتصبها كلها، مش وحدي انا، في مجلس بلدي معي، والمجلس البلدي اكبر مني، بالاخر انا عندي قرار، بس المجلس البلدي قراره اكبر من قراري، هو الوحيد اللي فيه يكسر لي قراري. فمش انا اللي عملت الانجاز اللي انعمل، ولا انا اللي كنت ورا المساعدات اللي انعطيت، ورا الاندية اللي صاروا كلهم اخوتنا، واهلنا الكنايس اللي صاروا اخوتنا، الكشف اللي هو على راس هالقصة كلها سوا، كذلك كان في معنا شباب، وشبابكم بالاول شباب السد بنوع خاص الموجودين بيناتنا هلأنية، خينا إلي ربيع، خينا كميل، في عنا بعد اعضاء من السد هون، المختار المختير، المختار ابو سليم، ابو سليم الاساس الثابت معنا، كان على طول كنا على طول سوا، وان شاء الله يا شباب رح منضل سوا، وتضل هاي البلدية بلديتكم، وتضلوا انتوا إلنا ونحن إلكم، ومثل ما عم إلكم إلو ان شاء الله الاجتماع الثاني بتوشوشوني ومنعمل العشاء او الغداء بالبلدية، وانا ممنون كثير. هلا اجا ترم بيت القصيد.
هالمشروع تبعنا كله كان محوره تكريم هالأشخاص اللي تعبوا علينا وأنشأونا وتعبوا على بناء شباب طيب للبنان. رح نكرم هالشباب الطيبة، منبلش بالأب فلوخت اللي هو كان المرشد الروحي لهالشباب الطيبة، منقدم له الدرع. يا أخوان خينا سامي البيطار اللي هو الشريان الحيوي لهالحركة، الله يطول بعمره وديمه، هذا خيه وحبيب قلبي. نحكى اشياء انه اسست واسسوا واسسوا، نسيتوا انه كمان لما كان سامي بجانبي اسسنا 136 شاب بمدرسة الحكمة وعملنا لهم اكبر كشافة جوالي بالعربي الدارج. فهنيئا لخينا سامي هاللي راح يقدم كرمة درع التكريم للمحترم بير فلوخت. اهلا وسهلا فيكم، خليكم بصحتكم وان شاء الله دايمين. اخينا نصر الريس اللي هو الرعيل الاساسي والبادئ في هذه الحركه الكشفيه في منطقه سد البوشريه، يتشرف لعنا حتى يقدم الدرع لخينا قائد الفرقه القائد عبد الله دغفر. مين بدك معه؟ رئيس بلديتنا الاستاذ انطوان جبارة وخينا ميشيل سليم العصوف. يا ابو سليم تشرفوا انت وخينا انت والرئيس. ابو سليم هلا بالشيخ، هذا بيني هذا مبروك مجمع رياضي او اه ديم بومبا في ار ا في او برافو. حبيبنا رئيس الله يخليك بصحتك يا رب، الله يخليك بصحتك حبيب قلبي. حتى رئيس بلديتنا الكريم الانساني ما قبل الا يكرمهم بدرع تقديم من البلديه، يقدم الدرع لخينا عبد الله دغفل هالانسان الحساس اللي بيشرب مع كل الناس. رئيس البلديه بيقدم الدرع لقائد الفوج الاستاذ الياس القهوجي. حبيب قلبنا درع البلديه بيتقدم من الرئيس الى قائد الفوج المربي الكبير الياس القهوجي. شكرا لرئيس بلديتنا المحب اللي دائما بيغمرنا بعطفه وحنانه وانتباهه. حبيبي لك يا يجيبوا مثلك رياس يما يروحوا البيع عليكم. انا ما دخلني ما دخلني انا ما دخلني والله ما دخلني.